رايك؟ ها؟ انا مش مديك القوم. إذن متابعينا الكرام متابعي قناة الشعب قناة شو تيلي كنتواجد معكم مباشرة من مدينة تطوان وبالضبط في السوق المركزية كما كتشوفوا معنا اليوم يعني بالنسبة يعني للسمك فاختارنا لكم أننا نعطيكم الأزمنة ديال السمك الشطون اللي هو يعني الثمن اللي كنعرف الارتفاع الدائم في الثمن ديالو باقي ما بغاش يعني ينخفض في الثمن ديالو فالشطون اليوم في السوق المركزي فبعد ما كان وصل 40 درهم حاليا يعني دابا في السوق المركزي الشطون كما كتشوفوا الشطون ديالو مطري فهو داير 30 درهم للكيلوغرام طبعا يعني كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام فالشطون اليوم وصل في السوق المركزي من مدينة تطوان داير 30 درهم للكيلوغرام الواحد يعني كما كتشاهدوا معنا يعني الحس ديالو هما وبالنسبة يعني نتحدثوا شوية على السوق المركزي فطبعا يعني السوق المركزي يعني فقد ديك الهيمنه ديالو فقد السيطره ديالو اللي كان معروف به على بيع السمك وتجاره السمك يعني بعد ما تحل يعني السوق ديال الجمله خارج المنطقه الحدوديه ديال مدينه تطوان فالسوق المركزي يعني فقد ديك الهيمنه ديالو فقد كل الكليان ديالو والسبب هو الانتشار الواسع ديال بائعي السمك خارج يعني خارج الحدود ديال الاسواق المغربيه فطبعا يعني كيجي اخو كيبيع في الارض ماشي هو اللي كيبيع في واحد السوق وكاري محل وكازي بلاصه وكازي بلا فالسوق يعني السوق المركزي عنده واحد التاريخ كبير في مدينه تطوان وطبعا اي واحد ما كيعرفش كيسمع شي بلاصه كتبقى بلاصه معروفه بلاصه ديال الحوت فهي كانت معروفه الانسان كان كيجي يتسوق الحوت دابا انتم كتشوفوا البلاصه ديال الحوت شطون رخيص على الاسواق ديال مدينه تطوان شطون في الاسواق ديال مدينه تطوان دايرها 40 درهم اليوم هنا في السوق المركزي اللي هي الاصل ديال السمك البلاصه ديال الحوت اللي هي معروفه داير 30 درهم للكيلوغرام الواحد وطبعا يعني تسمعنا المباشر يعني كتابعوا معنا متابعينا الكرام يعني كاين كذلك يعني حتى كروفيت انتم كتشوفوا معنا يعني كروفيت هو دي جامبا حنا كنسميوها مدينه تطوان فهي جامبا كبيره وسهله التقشر هذه فهي يعني دايره 70 درهم اليوم في الاسواق ديال مدينه تطوان الثمن ديالها 70 درهم فطبعا يعني متابعينا الكرام بغينا لكم يعني تواصلوا مع استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بغينا لكم يعني تواصلوا معنا في البث المباشر بغينا لكم يعني تبارطاجوا على نطاق واسع باش نعرفوا يعني الاثمنه ديال ديال السمك يعني السمك ديال لا الكروفيد ولا يعني السمك ديال الشطون شحال وصل يعني في الاسواق المغربيه فكذلك يعني حتى السردين اليوم كنشوفوا يعني ما كاينش يعني في السوق المركزي يعني قليل في السوق المركزي والسمك يعني طبعا يعني انتم كتشوفوا معنا يعني الكروفيد ها هو ملي كيتقشر غادي نقشر هذا الكروفيد نقشر هادي كامبا مقشرة هادي الثمن ديالها كيكون زايد مقشرة هادي مقشرة 100 درهم هادي مقشرة يعني الثمن ديالها وصل 100 درهم لأن انتم كتعرفوا يعني بالكيلو موسية بلا قشور لأن كينقص السبل ديالها وكينقص يعني القشور ديالها فعلى داكشي باش كيزاد الثمن ديالها انتم معنا المباشر متابعينا الكرام كتبوا معنا يعني حنا في السوق المركزي معاكم يعني كنقول لكم يعني الأجواء ديال الأزمنة ديال السمك والسمك اللي متواجد هنا في السوق المركزي يعني طبعا يعني الناحية ديال السوق المركزي أنا قلت لكم يعني السوق المركزي فقد الهيمنة ديالو فقد السيطرة ديالو على بيع السمك هنا في مدينة تطوان فطبعا يعني باقي غير كليان ديال السوق المركزي الناس اللي كتعرف القيمة ديال السوق المركزي وكتعرف القهوة اللي كتكون هنايا وكتعرف بأن البلاصة ديال الحوت هي البلاصة ديال الحوت
فهم اللي باقيين كيجيو تشوف. طبعا يعني كل واحد تاع على برا يعني الناس عندها المحلات هي مجهزه ان يعني مجهزه كامل جاهزيه انها تبيع السمك وتبيع السمك في الاسواق المغربيه. فطبعا يعني كل واحد كما كنقولوا في المنطق فكل واحد كيدير الرزق ديالو. ولكن هنايا هاد الناس نضروا لان يعني الاغلبيه ديال البيع والشراء اللي كانوا هنا في بلاصه حاكمين بلاصه كما كنبغي نقولوا فهما انتشروا على برا خارج بلاصه. وهادشي اللي خلى بان القبائل قليل على بلاصه هنايا وتلفت يعني حيت بلاصه رخيص على الحج في السوق معنا هادشي اللي كتشهدوا عليه. ثم على المباشر متابعينا الكرام كاين حتى بيشكاديه هي محطة معدلة فهي شحال 60 درهم كيلو فهي واصلة 60 درهم كيلو غرام. بيشكاديه شنو اسمها؟ بيشكاديه اللوسة 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 يعني باللغة ديال الداخل. فاحنا الاسماء اش كنبغي نقول يعني الثمن ديال الاسم ديال الاسماك بالانتقام فهو كيتختلف يعني الاسم ديال الداخل. فهنا كنسميوها بيشكاديه فكرويت كنسميوها الكامبا. العديد ديال الانواع ديال السمك فهو كيتختلف. فطبعا هذه هي اللوسة فهي دايره 60 درهم للكيلوغرام. وطبعا يعني الشطوم باش كنعرفوها طري هو يعني كنستعملو هذا واجد يعني كاين الناس كتبغي يعني حيت تكون واجد مع الدم فهو يعني كيوجد مع الدم يعني باينة بأن الشطوم طري. والثمن ديالو 30 درهم يعني 30 درهم. فطبعا يعني الشطوم يعني ملي كيكون على برا أنا قلتلكم يعني على برا وصل 40 درهم. ودابا في هاد الساعة هادي يعني الساعة ما بعد الظهر فهو يعني عند 30 درهم في السوق المركزي ناقص واحد 10 درهم يعني الاماكن العاديه ديالنا. انتم كتابعوا معنا متابعينا الكرام على المباشر وحنا معكم يعني بغينا نعرفوا الناس ديال المدن المجاوره لمدينه تطوان بغينا نعرفوا من عندكم كذلك التطابق بينكم تدخلوا تقولوا لنا يعني الثمن ديال الكروبيت ولا شطور شحال وصل عندكم في مدينه تطوان. انتم صراحه يعني كنعيشوا معكم هذه الاجواء المباشره من السوق المركزي متابعينا الكرام بالنسبه يعني الحوت اللي متوفر اليوم في مدينه تطوان. اذا متابعينا الكرام انتم كتشاهدوا معنا يعني كاين كرويت كاين شطوم شنو واش نحتاجو؟ كاين ميرنا كاين الصوت الصوت 80 درهم ميرنا هادي كبارين 60 درهم هادي كبارين ياه هادي كبارين ياه هذيك هي هذيك هاد السمك هذا انا نوريه لكم كيفاش مولا يعني باش مقطع باش تعرفوا هذه هي اللوسة واه وين هذا هو مقطع هذه هي بشكادية ها اذا هذاك اللي مقطع عفوا انا ما عرفتش الحوت بزاف عاوتاني ماشي بحري فهذه هي اللي مقطعة وريتكم يعني الثمن ديالها 60 درهم فهي هذه بشكادية هذيك الكبيرة الدوراد نرجعوا ليها فالثمن ديالها 60 درهم انتما كتشوفوا معنا على المباشر يعني الاثمنه ديال السمك متابعينا الكرام. طبعا يعني هذا هو الصول الصول معروف ثمانية فالصول وصل اليوم 80 درهم يعني كان 100 درهم ناقص 21 درهم متابعينا الكرام على المباشر يعني كنعيشوا معكم هذا البث المباشر من مدينه تطوان والاثمنه ديال السمك فالصول الصول حتى هو يعني الصول وصل يعني 100 درهم. فطبعا هذه ميرنا فميرنا ها هي فميرنا فهذه الميرنا فهي يعني كتكون قليله والثمن ديالها يعني كيكون غالي اليوم 180 اليوم 140 درهم والثمن ديالها يعني كيكون يعني قليله في السوق كتوصل 200 درهم للكيلوغرام فاليوم دايره 140 درهم هذه الميرنا. طبعا
طبعا يعني انتما كتشاهدوا معنا هنا مباشره في الواتساب. وطبعا هذا السمك كبير يعني كيكون مطلوب يعني في مطلوب عند اصحاب المطاعم. هذا يعني الروميو كاين هدايا هو شنو هذا؟ هذا بيبي هذا تشيرنا بيان هذه اسمها عسل دي شنو اسمها؟ تشيرنا الداخلية مش عارفها لا تشيرنا تشيرنا يعني هذه فاميليا ديال الميرو كاين الميرو وكاين تشيرنا وكاين فاديكو هذه تشيرنا هذه داشي حد يعني 100% يكون عنده مطعم ولا راسو ولا شيء بالدار هذه بالدار شحال هذيك الثمن ديالها وصل كيلو؟ 180 درهم هذيك سمكة كبيرة اللي شفتو معنا يعني وصلت 180 درهم وهذي وصلت يعني 140 درهم هما والروبيو هذاك سامة الروبيو كيشبه البزوق انا اللي كنشبه عليك كنقول البزوق بزوق ستيتو هذي كبير بزوق كبير شوف بزوق شحال؟ 60 70 درهم هذيك مزيدة شي حاجة حتى 100 درهم هاد سمك السامة كما كتشوفو معنا كيشبه نور الجودة كما كتطلع كما كتزيد في الفرن كان يعني واصل ما بين 60 درهم 70 درهم سبحان الله يعني العينين ديالو هذا سبحان الله يعني عنده عينين اليوم صوفا كاين هادو هو الاسماك اللي كيواجد هنا في بني تيكوان يعني كما شفتو معنا يعني الصوب الصوب 80 درهم كشكاليه 60 درهم وكروفيت الشطون طبعا هو اللي بدينا بينا هنا الشطون كنعرفوا الشطون ديال الدراوج هو اللي جبرنا ناقص قلنا اننا نبدا طبعا يعني متابعينا الكرام تابعتوا معنا يعني البث مباشر من السوق المركزي بمدينه تطوان فورينا لكم يعني الاسماك اللي متوفره ورينا لكم يعني الاسماك ديالها ف كنشكركم يعني متابعينا الكرام يعني اللي تابعونا في البث المباشر من خلال التغطيه المباشره على قناتكم قناه اشوف تي في فورينا لكم يعني الثمن ديال السمك هنا في مدينه تطوان وشحال وصل الثمن ديالو ورينا لكم يعني الاسماك اللي متواجده ولكن اللي اللي كيبقى فيك الحال هو اننا كنجيو من السوق المركزي كنجبروا يعني فقد ديك الهيمنه ديالو وفقد يعني الاحتكار ديالو فطبعا يعني انا نوريكم يعني دابا على السوق انتم كتشوفوا معنا السوق هذا هو المعلم ديالنا اللي كيبيع هنايا ولكن راه خاص تابع انتم كتشوفوا السوق يعني السوق خاوي يعني بلاصه فقدت الهيمنه ديالها نتمنى ان تكون واحد التفاته هذا السوق المركزي ويرجع يعني كما كان يعني في الاصل ديالو يرجع له تاكليين ديالو اللي كنبغي نقولوا حنا تاكليين ديالو طبعا متابعينا الكرام شكرا على المتابعه ديالكم دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء مباشره ان شاء الله.